يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. أخواتي إخواني الفلاحة، من قبل في هذا النص الأول من يوميتنا هذا الأسبوع تكلمنا في موضوع تخلط الأدوية الكيماوية في الفيرما عند الفلاح، على الأهمية ديال الموالمة ما بين المواد والشكل اللي يمكن تكون عند هذه الموالمة أو قلة الموالمة ما بيناتهم. واليوم نتكلموا على الموالمة الزراعية، أي اللي تهم الفلاحة والزراعة اللي غادي نرشوا عليها هذه التخليطة اللي وجدناها عندنا في الفيرما. والسبيل التذكير، الانسجام ولا الموالمة هو حيث كل مادة ولا دواء تيقبل على المواد والأدوية الأخرى اللي تخلطت معها. أما الانسجام الزراعي ولا الموالمة الزراعية، أي اللي تتهم الفلاحة اللي تنو ندويها بهذه التخليطة، هو أول شرط خاصو يتوفر في المواد والأدوية كلها اللي بغينا نخلطوها، أي خاصة تليق كلها لهذه الزراعة، تليق بالنمو والمرحلة لاش وصلت الزراعة. بعبارة أخرى، إلا كانت الفلاحة بحال الشجر مثلا واصلين للمرحلة ديال النوارة، خاص كل الأدوية اللي بغينا نخلطوها ما تدير حتى مشكل على النوارة ديال هذاك النوع ديال الشجر. ومن هنا تنفهموا أن هذا الشرط ديال الانسجام الزراعي ما متوفرش في جوج ديال الأدوية، واحد تيتدار وقت النوارة والآخر خاصو ما يتدار حتى الوقت تبدأ تغلاض الغلة. خاص هاد الأدوية كذلك تكون تتلق للرش في نفس الطقس، فإذا كان دواء خاصو يترش في حرارة عالية وواحد آخر خاصو البرودة عادي يمكن يترش، إذن ما بيناتهم شهد الانسجام الزراعي. والانسجام الزراعي تهم كذلك الكمية ديال الماء اللي خاص يترش معاه كل دواء في كل كتار، ما خاصش واحد يطلب 1000 يترو والآخر تيطلب غير 200 يترو في الكتار. كذلك الماكينة اللي يطلب كل دواء للرش ديالو على الزرعة خاصة تكون وحدة، وماشي غير الماكينة بل حتى الرشاشات يكونوا بحال بحال. إذن هذه بعض الشروط اللي خاصة توفر ما بين الأدوية اللي بغينا نخلطوها عندنا في الضيعة ديالنا قبل ما نفكروا في حوايج أخرين. وإلا كان شي مشكل ولا كان شي تناقض بيناتهم في واحد من هاد الشروط ما كيلاش نزيدوا للقدام، فالانسجام الزراعي ما متوفرش أي ما يمكنش نخلطوا عندنا هادوك الأدوية. ملاحظات اليوم. اليوم تكلمت لكم على الانسجام الزراعي ولا كما سميناها الموالمة الزراعية اللي خاصة تكون ما بين جوج ديال الأدوية ولا جوج المواد اللي بغينا نخلطوهم عندنا ونداوي بهم مداوية واحدة. وقلنا أن هذا الانسجام الزراعي هو أن هذه الأدوية بجوج خاصة تكون تتليق بهذه الزرعة وتليق بها في نفس الوقت، بحال مثلا وقت النوارة ولا وقت تكوين الغلة. وكمثال على هذا الشيء، إلا خدينا الشجر ديال الحواميد، يمكننا نقولوا أن ما بين الدواء اللي تنرشوه ضد السوسد النوارة والدواء اللي تنديروه باش نحافظوا على النوارة بيناتهم انسجام زراعي، لأنهم تيمكن يترشوا على الشجر في نفس الوقت، أي وقت النوارة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.